عضوة في جمعية ومن ساكن الدول شاب، يعني بغيت نعرفوا الشعور ديالكم بهذا النشاط اليوم. انا من اعضاء ديال متابعه ليزيد، وانا من دوار شهب، وحنايا زياده وخلقوا هنايا ودفنين والدينا هنا ودفنين خوتنا، وعمر شي واحد ما فكر وقال غادي نقاو ديك الروضه ولا نتعاملوا نصوبوا هاد الدنيا ونوسعوا فينا دفنوا الموتى. واليوم تنفرح بزاف بزاف، تنفرح بهاد الجمعيه اللي جات وساهمت صغار وكبار ومن عين حروده ومن 17 من المحمديه، فرحانه بهم فوق السلك. وتنشكر السي يزيد اللي جابهم ونقاو هاد القبور، الله ينقي قبورتنا وقبورتهم، الله ينقينا وينقيهم من الذنوب، الله يجعل ربي اللي شان ويهدم الظلام ويعاونه ويعينه هو والجمعيه ديالو. وتنشكرو تنشكرو هو والجمعيه ديالو، راه ما فيهم ما يتلاح، راه ما فيهم ما يخسر. عمر الروضه ديالنا ما قالوا نقيوها ولا نصاوبوها ولا نقيوها، ودابا نقاها الله ينقينا وينقيه من الذنوب، الله يجعل ربي تبارك وتعالى يعلي شانهم ويهدم ظلامهم ويزيد لهم في العمر ويزيد لهم في الايام. وشكرا.